الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج على الهواء مباشرة، وباسمكم جميعا أرحب بالشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا بك. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. الحمد لله. نعم، هذا هو لقاء جديد بالتأكيد بيننا وبينكم، هواتف لإلقاء الأسئلة والاستفسارات للشيخ الجليل محمد أحمد حسن، أو الاتصال عبر البريد الإلكتروني الذي سيظهر على الشاشة لاحقا إن شاء الله. الإخوة المستمعون والمشاهدون أينما كنتم، نحن حقيقة نحاول أن نكون في كل حلقة نخصص موضوع محدد ومعين، وموضوع هذه الحلقة نتحدث عن الحياة الزوجية والحقوق المتبادلة بين الزوجين، وإسهام هذه العلاقة في تتويج حياة أسرية كريمة تساهم هي الأخرى في تنشئة حكيمة وسليمة. الموضوع حقيقة يحتاج منا إلى تركيز عالي جدا. نعم، باعتبار أنه المجتمع متكافل ومتواصل من خلال صلب هذه الأسرة. نعم، التي تنتج وتفرخ للآخرين. نعم فعلا. نعم. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. في هذه الآية ربنا بيّن حقوق الزوجين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الزوج عليه واجب نحو زوجته، والزوجة عليها واجب نحو زوجها، يعني ما عشوائية. أي لا بد، كل زوج عليه واجب، وكل زوج ربنا أمره يؤدي حق الواجب عليه إلى زوجه بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، يعني الزوج عنده حق زايد على حقوق الزوجة، اللي هو الرئاسة، القوامة. الرجال قوامون على النساء، يعني الزوج عليه واجب نحو زوجته، والزوج عليها واجب نحو زوجها، والزوج عنده حق زايد اللي هو الرئاسة. وحق الزوج نلخصه: واجب على الزوج أنه من يقوم زوج مسلم من الصباح، يقوم يسمع الأذان، يتوضى ويمشي يصلي في الجامع صلاة الجماعة، ويجي البيت لقد ما يسوي له الشاي، يحصن بيته بقية الكرسي، ويقول والله أحد المعوذتين، ويتوكل على الله، ويذكر الأولاد بتاعه، بعدين يشرب شاي ويلبس يمشي، يخرج للسعي في طلب الرزق. ولما يطلع من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسعى في طلب الرزق الحلال، والربنا يقسمه ليه، يجي يصرف عليه زوجته وعليه ولاداته. نعم. وربنا تبارك وتعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. وده أمر من الله، فلينفق مما آتاه الله، واجب، لأنه نفق على الزوجة وعلى الولاد فرض واجب على الأب على الزوج. نعم. وبعد ده كمان يجي هنا ده يعتني بزوجته، ما يكلفه بحاجات ما بتقدر عليها، ويحسن معاملتها، ويذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالنساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا، ويحتني بزوجته وينصحها ويحسها على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى واجبة، وهكذا دا الواجب، ما يقبحها، ما ينبذها، ما يدعيها، ما يضربها، ما يعني يرائيها حق المراعاة، لأن هي شريكة حياته، وهي أم أولاده، وهي اللي بتربي الأولاد، وهي اللي بتقوم بإدارة شؤون البيت. ده كله لابد الزوج يقدر هذا العمل اللي بتقوم به الزوجة. ده بالنسبة لي واجب الزوج يقوم به. نيجي نشوف الزوجة واجب عليها شو. واجب عليها تحترم زوجها ده، وتحتني به، وتخليه هو وهي يعيشوا في مودة ومحبة، وما تطلع من البيت بدون إذنه، وتهيئ البيت. الزوجي يتعبان من الشغل، يلقى أكله جاهز، شرابه جاهز، فرشه جاهز، ملابسه جاهزة، وتستقبله ما يجي في البيت ما يلقاها ما موجودة إلا إذا كان في أمر ضروري، وهكذا. وبعدين تحافظ على مال زوجها من الضياع من التبذير، وتحافظ على سمعته وسمعة بيته، وما تدخل أي زول في بيت زوجها بدون إذنه بدون رضاه. ما تمشي المشاوير البعيدة بدون إذن ورضا. بعدين جيها أهل زوجها يوت يستقبلون بترحاب وتقدم لهم ضيافتهم. بعدين كمان الزوج ما يمنع زوجته من زيارة والدينا في بيته، ولا يمنع والدينا وأرحامه من زيارة بيتهم في بيته.
يبقى هو يحترم أهل زوجته وزوجته تحترم أهل زوجها وبكل لين دي كلهم دخلوا ضمن الرحم عدم صلة الرحم. يبقى دي لو الزوج والزوجة كل زول يراه حقه ويتذكر ربنا رقيب عليه وحيسأل من أدى هذا الواجب اللي هو واجب الزوج نحو زوجته واجب الزوجة نحو زوجها كل زول لو أدى واجب بالمعروف ربنا يديهن الأجر والثواب العظيم. نعم. طيب أكثر المشاكل اللي قاعد تحدث بين الأزواج هي مسألة الطاعة. أيوة. ما هي حدود الطاعة من الطرفين؟ أيوة. هل الزوج أيضا طاعة لزوجته؟ طبعا نعم. كويس. طبعا نحن ذكرنا واجب الزوج أنه يحسن معامل زوجته ما يظلم في حقوقها حقوقها كلها يديها تمام ويعتني بها ويحترمها ويقدر ما المجهود اللي بتقوم به ده وبعدين يحترم اللي نجاب من أهله على كتاب الله وسنة رسوله ويحترم غاية الاحترام الزول دي انت ما جبتها من الشارع جبتها أبوها داك إياها بعقد مقدس لما الزوج اللي يقول زوجتك موكلتي فلان الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله وكل الزوج يرد بالإجابة والقبول يبقى ده عقد مقدس وربنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يبقى واجب على الزوج يحترم هذا الميثاق الغليظ وواجب الزوجة كمان تحترم هذا الميثاق الغليظ ويحتنوا ببعض كل زول يحرص كل الحرص يؤدي حق التاني بالمعروف. يعني الطاعة حدودها ما محددة؟ الطاعة محددة طبعا الزوجة تطيع زوجها في كل ما ليس بحرام في كل ما ليس بحرام ومخالفة أمره في الحاجات الواجبة يبقى حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام بشر قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وفي الطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لو كنت أمره أحدا أن يسجد على لأحد كنت أمرت الزوجة تسجد لزوجها. ده كناية عن المبالغة في واجبات الزوجة نحو زوجها لكن طبعا ما في زوج مخلوق يسجد لمخلوق. نعم. طيب نحن برضو عارفين أنه نحن في مجتمعنا السوداني المناطق بعيدة كثير من الناس بيجوا وافدين للمدن أيوة. وبيقعدوا فترات طويلة جدا وفي ناس بيغتربوا بياخدوا فترات سنين طويلة ما بيجوا للزوجات أيوة. وبيظلوا هؤلاء الزوجات صابرات فترة طويلة جدا أيوة. جدا أيوة. يعني لو دي حاصلة في أي بلد تاني الناس ما بيقبلوا بيمشوا للقضاء بياخدوا حقوقهم أيوة. إلى أي مدى نحن ممكن أن نترتب على هذه المسائل خلافات كثيرة جدا أيوة. والحد المناسب للزوج أنه يغيب عن زوجته هو طبعا محدد بستة شهور أن الزول ما يغيب عن زوجته أقصى من ستة شهور زي ما عمر بن الخطاب سأل بنت حفصة يعني قال لها مثلا الزول يقدر الزوجة تتحمل أن زوجة يغيب عنها كم حددت له بأربع شهور أو ستة شهور ولذلك أنه ذا اللي هو الحدود الزول ما يتغيب من زوجته أكثر من ستة شهور لكن بعد مرات كمان الظروف المعيشية تتطلب الزول مثلا مغترب شغال في دول الخليج في المملكة وبعدين طبعا شغال في شركة ما بيدوه إجازة كل ستة شهور يجي إجازة سنوية أو كده ولذلك أنه لابد كمان الزوج ما يطول أكثر ولو كل سنة أخذ إجازته وجاء قضى شهر مع زوجته ومع ولاداته ورجع يكون أحسن عنده إمكانيات لو شال زوجته وولاده هناك أجر لهم بيت جنب شغله يكون أحسن وعلى أي حال إنه ما يتغيب لأنه في بعض الأخوان الزوج تلقى ستة سنة خمسة سنة غيب من زوجته نعم. وطبعا دي يعني زوجة كمان عليها عندها حقوق وكده والولادات دايرين يشوفوا أبونا يتونسوا ولذلك نحن دائما في ما برنامجنا نطالب ونحس أخوان المغتربين إنكم ما تتغيبوا من زوجاتكم والتغيب ده فيه حار شديد جدا يعني على الزوجات ولذلك النزول يعني بقدر كمان نحن ننصح الزوجات إنك أنت ما تطالب زوجك وهو المغترب بحاجات كثيرة السلينة وعندك التياب وعندك الدولان مليان تياب ما تطالبي لأنه بقدر الإمكان قلولوا نحن عندنا ملهود ما دايرينه بس ترسل لنا مصاريفنا وحوش حوش عشان ما تتغيب عنه لأن الزوجة والولاد لما يطلبوا طلبات كثيرة يبقى معناته أنه دي معناته الميزانية حتكون طوال صرف متواصل ما حيقدر يوفر الزوج نحن ننصح الزوجات أنه بقدر الإمكان وفري وأمر زوجك يوفر عشان ما يغيب عليكم عشان يجيكم بدري. طيب نأخذ أول مكالمة هاتفية من السعودية. أخ خالد مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. نسأل عن الخلوة
الخلوة. نعم. بالنسبة للزمن هذا الاتصالات الكثيرة وسائل الاتصال تطورت. بالنسبة لعقد قران والزوجة في بلد والزوج في بلد. في أمثلة الماسنجر، التليفون، النت، في اتصالات تحصل. بين الزوج وزوجته يعني؟ مع زوجته نعم. وللخطيبة فقط. وفي غير الأزواج. أيوة. غير الأزواج بين الشباب والبنات. أيوة كويس. بتحصل اختلاف بيناتهم. أيوة صحيح. وهنا محرم. أي. طيب بين الأزواج هل تعتبر خلوة؟ لا حتى ما محل الخلوة بين الأزواج يعني زول مثلا لا مختلف. لا هل تعتبر خلوة بالنسبة لهم؟ لا ما بتعتبر خلوة بالمعنى المعروف، لكن برضه تحتل صلة، تعتبر تقدر تقول صلة. يعني مثلا نضرب لنا مثال الزوج مغترب وضرب تلفون بتونس مع زوجته ونس عادية ونس كده يعني ما فيها شيء، لأنه يجوز للزوج يتونس مع زوجته ويا مباشرة وجه لوجه يا في بالتلفون ما ممنوع. أي الممنوع هو زنو الزول يتونس مع خطيبة الونس الدقاق ديك. الخطيبة ممكن الزول يتكلم معها الكلام اللي هو في حدود استعدادات لإعداد الزواج ما مخطوبين ودارين نحي حضر حالات وما عفش ملابس حاجات ونشاور معليش في الموضوع ده. ممكن كلام كده بدون وزن صدقاك مشاورات في الموضوع بتاع الاستعداد. أما الزوج يدور يتونس ويجوز يتونس مع زوجته ما في معنى. يعني الممنوع خالص اللي هو زول يتونس مع خطيبته الونس الدواق ديكي، وكمان في حاجة زينب أكبر اللي هو الزول يتزوج مع امرأة لا تحل له لا قريبته ولا من المحارم ولا شيء. تلقى زوجة راجل أو واحدة ساكت يتكلم معاه كلام الونس الدواق طويلة وهو يتونس مع بعض ويدردش مع بعض، وكذا طبعا تعتبر خلوة في التلفون. يعني فيها أخطاء كبيرة، فيها طبعا أخطاء كبيرة وهي حرام. الآن منتشرة يعني بين الشباب دي حرام يعني. قطعا دي بعدك الحساب عليه يوم الغيام صعب. أنت تتونس مع البيت دي ما لك دار عندها شنو. أي لا نعم ما في حين. طيب نحن في الإطار نفسه حقوق الزوجة على زوجها. أنت لو لاحظت إنه شعبنا السوداني شعبي يعني متواصل حقيقة. أيه وبتضطر الواحدة تطلع يعني تجامل جاراتها تجامل أخواتها أصحابها. هل يجب إنه عليها تستأذن في كل شيء يعني؟ هي طبعا في الحالة دي ممكن هي ذات تستأذن والزوج ذاته يستأذن. يعني الزوج مثلا في الشغل وعنده اجتماع عنده حيتأخر يضرب تلفون لزوجة الولاد، أنا ومتعود يجيهن الساعة 4 مثلا خلص الدوام بيجي الساعة 4 في الحالة يضرب تلفون حيتأخر شوي اللي عندي شغل عندي اجتماع عندي لجنة هي كده. كذلك الزوجة مثلا هي في البيت وضرب التلفون لزوجة قالت له أنه في بكة في الحتة الفلانية حق قريبتنا فلاني وأنا بمشي. طيب لو تعذر انه ما قدرت تتصل عليه مثلا في الحال تكلم له الجيران مثلا اذا كان امر ضروري. يعني ما بتقدر تتاخر خالص واحد قريبه خالص قريبتها خالص توفت خالتها عمتها والمسافه قريبه يوقع الحل دي تتصل به مالك تتصل به تكلم الجيران انه ابو الاولاد لما يجي يقول له مشيت البكا فلان فلان هو ذاته يجي هناك. وهكذا يعني كل لابد في المشاوير الام المشاوير عند الجيران كده دي يعني ممكن يسهل عنا الزوج تمشي بدون إذنه الجيران وكده وتحمل له السلام وتجيب قرش الصندوق حاجات زي كده. لكن مشوار بالمواصلات لابد تكلم زوجة عشان ما يجي فاي ما يقع في البيت والزوج يكلم زوجته تتأخر هي تشفق الزوج تتأخر معلومة كان موعده قالوا ساعة تأخر من موعده لابد أن يكون في وربنا سخر لنا الموبايلات دي. نعم. طيب ناخد هاتف تاني من الخرطوم معانا منى. مرحب. ألو مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو مرحب. عليكم السلام. مرحب بك. الله يبارك فيك. أتفضلي. الله يبارك فيك. نعم. سلام على الشيخ حسن. أهلا وسهلا عليكم. اليوم السعيد الليلة اللي مات فيه. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أجمل يوم الليلة اللي مات فيه. جزاك الله خير. والله لي زمن طويل عشان أتصل فيه. بارك الله. تفضلي إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ حسن ربنا يديك العافية. جميعا إن شاء الله. والله أنا مواطمة شفت لي زمن. أي. عندي زوجي أي. قاعد في البيت وله سنة ولا سنتين يعني هما عجوز شديد في المعاش بقول لفت الشغل ما داري فت الشغل بس وانا قاعد عم عاوز لي سنتين ما عندي معاي صلة لا حياة في الدين لا فراش لا ده لا ده لا ده لا كل مرة بقول لي حرام عليك وربنا بيزعلك أقول ربنا بيزعلني انت امرك لي برا فتش الشغل
ايوه يعني كويس. الموضوع الثاني يا شيخ حسن، عندي اخوي عندنا القطعه حقت الارض حقت ابوه حقت ابونا القطعه حقت ابونا وابونا ده توفى ونحن عارفينها وهن كلهم بيشهدوا انه حقت ابونا وبنى فيها سافر وبنى فيها حتى حصلت مشاكل وقتل كبير قال الدائره حقنا قال ما عندنا حق ايوه الدائره حق مش المحكمه كويس وكنت خلاص ربنا لمر عنا وقال الحق ده عندنا فرين ونحن سامينا كلنا أربعة أنفار في الشهادة طلعوا بيها قطعة الأرض أيوه أسوك خلاص أختي قالت داير حقها قام الشكل معاه تناقش في الموضوع قالت لها خلاص اديني حقها قال لا ما عندكم حق كويس على أنا رد عليك وهب لي كويس وأبوه ده ما وهب لي ولا شفنا ولا وهب لا خلاص وأبونا ده مات لا خرف لا شل هذا اللي مات في وعيه نعم كويس حسا قلت ما بنعرف نعم إن شاء الله نرد عليه سؤالك. طيب. السؤال الأول طبعا السؤال الأول اللي هي أختنا دي قالت أن زوجها نزل المعاش وما بيصرف معاش لكن المعاش طبعا مرتب بسيط مبلغ بسيط ما بيكفي حاجة البيت وطلبت منه أن يخرج يسعى لطلب الرزق بأي حاجة حتى ولو شغلانة ما وظيفته كان شغال فيها لكن هو ما قاعد يعني كسلان زي ما بيقول ما بيطلع من البيت وهي كمان عاقبته بأنه منعته حرمته من حقه الشرعي وهو بيقول لا منعك لي ده يعني حرام عليك فعلا أختنا طبعا الحالة دي انت ما تعاقبيه عليه كده أي لكن تحسي على الخروج للشغل هو كمان يقول له يا أخي أسعى والرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الزول ما يقعد في البيت ويقول لي رزقي بيجيني في البيت لا أسعى نقول له يا أخونا ده أسعى في طلب الرزق وفتش وفتش واتعب إن شاء الله ربنا بيرزقك والشيء اللي بتجيبه مع معاشك إن شاء الله يمشي لكم حالكم ما في ظلمة بيجون وكمان نصح أختنا الزوجة برضك ما تعاقبيه ودو حقوق شرعية لأنك لو حرمتيه يعني برضو عندك ذنب يعني هاي ده اللي هي النصيحة نقولها نجي لسؤال الثاني قالت إنه أبوها ترك له أرض وأخوها مسك الأرض دبنا فيها وهي وأختها هما أخوين ذكور وهي بنتين طالبنا الأختين بحقهن قام أخوين ده زعل منهن ومنع من حقهن يبقى والحي ننصح أخونا ده الأخو ده الأرض ده حقة أبوك وأبوك عنده معاك أنت أخو وأختين الاثنين ديل الأرض دي حقة أبوك دي ما دخلت الميراث يبقى ما حقتك ولا حقة أبوك أصبحت حق تركة الميت بقت حقة الوراث أخت أخواتك الاثنين عنده نصيب في الأرض دي أخوك الثاني عنده نصيب أنت عندك نصيب يا أخي أدي أخواتك حقات محطم دنيا فاني وحتموت تخليه لكن عاد الحساب حيكون صعب يوم الغياب ألحق نفسك يا أخي ألحق نفسك نادي أخواتك ديل وقعد في الوقت كده الساو أنت بنيت في الأرض دي قول لهم خلاص نحن نجيب لنا زول سمسار بتاع أرض يغيم لنا الأرض دي اللي أنا بنيت فيها والبنيان حقي لكن الأرض نغيمها نشوف قيمتها كم بمئتين ألف مئتين مليون أي المئتين مليون دي نقسمها بيناتها تدي أخواتك نصيبا وأخوك نصيبك وتأخذ أنت كمان نصيبك والأرض والبيت بقى حقها هاي ما يا أخوانا الميراث نظام دقيق وعاد الوعيد الشديد للزوال اللي بيأكل حق أخوه من الميراث ألحقوا نفسك نفسك طيب نأخذ تلفون تاني من الخرطوم معنا أم محمد مرحب ألو مرحب مرحب بك الله يبارك فضلي بسأل شيخنا في أنت مشكلة مع بس لو سمحتي صوتك شوية وعرف علينا شوية مشكلة مع زوجي إنه هو متزوج طبعا أنا متزوج عنده أولاد هو متزوج أنت الأولى ولا الثانية أنا الثانية سمح عندك عيال منه لا ما عندي عيال سمح وعنده العيال منه لكن أولاد حاكمين فيه بتغير كثير من البيت حتر يوم لما اتكلمت معاه في حتة العدل وما العدل دي فقام عمل لي مشكلة فقام هو صوتك بس ضعيف حاجة ترفع صوتك شوية عشان كويس كده طيب الناس عليك عمل مشكلة وقت زعلان هو بيقول لي أنا جيت استحبت من أول لما بعد أقول تكلمت معه أولاد قلت لهم أنت بتقرأكم عليه حتة زي دي بعدم عدل وكده الله بتأكد أنكم ناس متعلمين وكده فالمهم هو زعلان نفسي في حتة زي دي
فأنا في حتة زي دي عشان ممكن أبو بطلاء هو ما قاعد يجي منقص ما قاعد يصرف عليك إيه؟ لا يعني بيرسم المصاريف ويجي لكن هو ما قاعد يجي ما قاعد يجي بيت معاك إيه؟ أيوة بيجي كله قدر زمن ولما يكون هناك حتى تلفونه بيكفي ما بيدي لا بيجيك كله كم يوم مرات 10 يوم 10 يوم أي. كويس يعني. إن شاء الله نجاوب عليك نعم. علي أي طبعا أختنا ربنا أمر بالعدل قال وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولذلك النزول قبل ما يزوج يحاسب نفسه أنا دار الزوج فوق زوجتي دي هل عندي إمكانيات أعدل بيناتهم في السكن في المبيت في الأكل شراب المصاريف عندي إمكانيات على بد زول يسأل نفسه أخوة. نعم يقدر محل الليل لغاية أربعة ما يقدر يكتفي بواحدة لأنه ورد في الحديث الزول اللي عنده زوجتين ما لأحدهما لأحده يعني مية اللي إحداها وأعرض عن الثاني يجي يوم القيامة ما ماشي وما يلكدي هذا ما له فضيحة له يوم القيامة ويتعاقب هاي لأنه ما عدل ربنا أمرنا بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان يبقى لذلك ننصح الزوج ده إنك تحاول تعدل بين زوجاتك في المبيت وفي كل شيء وإلا الحي اللي بتقلبك بقلبك دي حيتان وكمان نحن ننصح الزوجة يعني برضك يعني تتفاهم مع زوجك وتطالبي بحقوقك وإذا ما لبى ليك يكلمي له أهله أي أو أي ذول يمكن يأثر فيهم أي صح نعم طيب في هاتف تاني من المناقل عطاء مرحب ألو مرحب مرحب يا عطاء وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ازيك يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحب بك عليكم السلام تفضل قول نعم. سؤالك يا شيخ مرحب يا شيخ سؤال عن الصوفية تفضل الصوفية عندنا هل الصوفية هنا ورحمينا صوفي بالمعنى يعني مالون انت يا عطاء اسمعنا عن طريق التليفون ابعد شويه من التلفزيون يا عطاء وصل ب 6 7 سنه في جبل مرحب معك يا الوقت نعم تفضل عندنا هنا الصوفيه قلت لك بحكم الشيخ مثلا الحوار يقول لك مدين 7 سنه وفي جبل ودارين نشوف رايدين فيها اهم شيء برضه ما واضح صوتك يا ارفع صوتك شويه يعني خلي المخرج كمان يزيد لنا الصوت بتاع السماعه الداخليه نعم مرحبا يا شيخ قلت لك اهلنا الصوفيه نعم ايوه يقولوا لك مثلا ايوه يقولوا لك حكموا على الحوار مثلا ب 7 8 سنه وضع التلفزيون الحوار محكوم في جبل يعني عديله 7 8 سنه يا اخ عطا خلاص مفهوم صوت كل مره يدين في هذا السؤال انت صوت التلفزيون عالي جدا عشان كده احنا ما قادرين نسمعك انت اسمع لنا بالتلفون يعني ما تسمعنا من التلفزيون لانه في فرق بتاع زمن نعم معلش سؤال يبدو انه ملامحه ما واضح هو بيقول انا فهمت منه انه يعني الصوفيه في ناس يعني زي بيعتكفوا في مناطق بعيده ولفترات طويله جدا جدا راي الدين في هذه المساله شنو يعني بدون هل من السنه يعتكف يعني العباده العباده أي. أيوة. يعني 6 شهور 7 شهور ايوه بيحاولوا يعملوا خلوه ايوه يعني خلوه اللي ينقطع للعباده هو طبعا الزول هنا ده الزول اللي هو مثلا زول فرضنا وارث نزل المعاش ولاده استلموا المسؤولية وهو داير يتعبد في المسجد ويمشي المساجد التالية مش الخلا يعني مناطق بعيدة الجبال مثلا الغابات الخلا ما يعرض نفسه كمان للهلاك لكن يمر على البلاد يشوف عجائب قدرة ربنا في آيات الكونية ويتعبد من لين الولاد استلموا المسؤولية لكن زول عنده ولادات أو هو بعالة على الناس زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة شكر زول من نزول ده منقطع للعبادة وحمامة المسجد منقطع قال لهم منو اللي بيكفلوا قالوا له كلنا قال كلكم أعبد منه تاني برضو قالوا له في زول منقطع للعبادة اللي أكلوا منه على الحديث قالوا له أخوه قال أخوه أعبد منه أي واليد العليا خير من الأيدي السفلى
يوقع الحل دي الزول يسعى في طلب الرزق الحلال يأكل نفسه ويتعب لو ما عنده مسؤوليات ما عنده مسؤوليات يعني معناته إلا نفسه يعني لا نفسه دي برضه يشتغل يأكل نفسه اللي بينقطع للعبادة دمنه. نضرب لنا مثال زول رب ولاده ولاده تخرجوا بقى شغالين تجار موظفين كبار يا أبونا أنت أديت واجبك بعد كده ما لك أي مسؤولية نحن نعمل لك مرتب تأكل وتشرب أمسك مصحفك قرايتك صلي مر على المساجد وأحضر محاضرة هنا وأحضر هنا وتعبد وكتر من حسناتك قربت ترحل للدار الآخر ده ما عليش لكن زول عنده مسؤولية أهم اللي الرزق وليدات وانقطع للعبادة لا نعم. طيب من السعودية معانا اللمين رغم أنه تأخرنا عليه كثير. مرحبا يا اللمين. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. الله يديك العافية طول لنا في عمرك يا أخي. الله يبارك فيك. نعم تفضل شيخنا. كان عندي زوجة دي كانت حجة السنة قبل الفاتت. كويس. ونحن طبعا في مكة هنا قاعدين في مكة وما يعني ما قامت 3 يوم ولا كمان يعني عملت سرية دم. أيوة. هي عملت غرس العمرة بالحج تمتعت. تمتعت. أيوة يعني كان عليها هدي التمتع. ما طبحت الهدي. أيوة تمتعت وما ما يعني ما عملت حاجة. بيجي ناس قالوا لا أهل مكة ما عليهم حاجة. هي مواطنة في مكة يعني. أيوة ساكنة في مكة. ايوه هي من اهل مكه ساكنه في مكه مقيمين ساكنه في مكه مقيمين هنا ان شاء الله ربنا يديك العافيه اللي يكون اهل وحاضر المسجد الحرام يبقى خلاص ما دام هي مواطنه في مكه اصلا يبقى خلاص لان هنا فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد في الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهلها حاضر المسجد الحرام يبقى دم هي من أهل مكة وخلاص هي تعتبر من أهل مكة هي قالت مواطنة في مكة هو سوداني مقيم هناك الإقامة تعتبر من أهل مكة الإقامة إذا كان إقامة مدة طويلة سنين طويلة أي أما إذا كان إقامة مؤقتة يبقى عليها الهدي والهدي ما بيسقط عنها ممكن تطلعه السنة الجاي نعم. إذا كانت هي موجودة ساكنة في مكة لكن سكنة مؤقتة نعم. يبقى ما من أهل مكة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يبقى هي إذا كانت مواطنة ساكنة طوالي سنين طويلة من تبر سكان مكة خلاص لكن إذا كان هي سودانية مشت تعدي مناسك الحج وقاعدة عن بيتها عن ولده وقاعدة مؤقتة يبقى عليها الهدي لا لو الزوجة هذا مثلا مقيم هناك وهي عندها إقامة من السلطات السعودية تعتبر من سكان مكة؟ لما إذا كان مدة طويلة قاعدة هي ذات عندها إقامة إذا كان ما عندها إقامة بس قاعدة مدة بسيطة بترجع نعم نعم سنعود لمشاهدينا الكرام بعد الفاصل إن شاء الله ونواصل نرحب من جديد بمشاهدينا الكرام في هذا البرنامج على الهواء مباشرة وحديثنا اليوم ينصب حول حقوق الزوجين كل واحد على الثاني
بدينا حديثنا في الحديث ويمكن هنا حضرنا أو تحدثنا عن بعض الآيات اللي بتحفظ لكل طرف حقه. حقيقة المسألة بتاعة خدمة الزوجة للزوج في ناس عندهم فيها كلام وفي آراء كثيرة حولها. حتى في ناس بيقول لك يا أخي يجب أنه الرؤية دي بس حق الزوج هو الفراش فقط. وفي ناس بيقول لك حتى الرضاعة يجب أنه لا ترضع، يجب أنه يستأجر لها حسب ما جاء في يعني الأثر. إلى أي مدى المسألة يعني الآن صحيحة ويجب هي الحقيقة جرب العرف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابيات إنه الزوجة بتخدم إدارة البيت، تخدم زوجها في البيت التبيت كحق ولا بس طاعة؟ الله دي طبعا جرب العرف عليه كده، العرف الشرعي جرب عليه كده، لأنه نحن بنقتدي بالصحابيات أمهات المؤمنين سيقتدي بالصحابيات. وفاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام تعبت من شغل البيت وسمعت إنه أبوها جوها أسرة ومشت اللي عنده في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بيت أبوها كيسالة خدام عشان يساعدها. السيدة عائشة قالت لها أن الرسول ما جاء البيت لسه، ولما جاء قالت له فاطمة بنتك جاءت كيس القرض الفلاني. طوال الرسول عليه الصلاة والسلام مشى البيت لقاه هو علي بن أبي طالب رقده وقعد بينات، وبعدها قال لها ما ألفيته عندنا، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله 33 وتكبرين 34 وتحمدين 33، تلك هذه خير لك من خادم. يبقى هنا دا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام مشت تطلب خدامة عشان تساعده في شغل البيت وما لقت، وداها الأذكار دا عشان الذكر دا يعين على أداء شؤون البيت. وزمان شؤون البيت كان أشد من هسع، تنشل الماي بدله من البير وتطحن العيش عشان تعمل الأكل والتبيخ وكل دي شغل عليها. يبقى وكذلك كثير من الصحابيات ثبت الرسول كان حتى الصحابي عزمه الكام بتقوم عليه شغله تبيخ تطبخ ليمون للرسول زوجة الراجل. وهكذا يعني كان الصحابيات بيخدم أزواج يقوم بإدارة البيت. هنا يعني في الحالة دي بس الزوج لو الشغل كتر عليه الزوجة تربية الأولاد ورضاعي وتبيخ وشغل كتير، الزوج يا إما إذا أنت إمكانيات يجيب لها خدامة، وإذا ما عنده إمكانيات تساعده ذاته في خدمة البيت يجي من الشغل يشتغل معاه في البيت شؤون البيت يحضر تحضير الطعام وحاجات كده. هاي ده ممكن في اليوم العطلة ممكن يغسل هدومه في الغسالات سيغسل الهدوم ممنوع. نأخذ معنا مكالمة من أم درمان. الأخ يوسف مرحب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك بارك الله فيك. تحياتنا للشيخ ونفع الله به الأمة إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنا حديثي للشيخ وسؤالي يتلخص الآتي. في حديث بيقول إنما تأكل الذئب بالغنم الغاصية، ودي دلالة على إنه لازم الشخص تعبده يكون من ضمن جماعة. فكثرة الجماعات صوفية وأنصار سنة و إلى آخره. ما هو رأي الشيخ في التعبد على المذهب الشيعي، علما بأنه في دراسة أو في كتاب بيقول أنه أئمة الأزهر أو الإمام محمود الشلتوت أجاز التعبد على المذهب الشيعي؟ فدارين نعرف الرأي أو رأي المالكية في التعبد على المذهب الشيعي. وشيخنا ذاته في روحه جفها ولا أنصار سنة ولا شنو، عشان نحن متأثرين بالشيخ والتوجه اللي هو ماشي به ده وراه التب مع اننا جعلين ما شويه. وشكرا جزيلا. جزاك الله خير. الحقيقة طبعا في بعد الصحابة ظهروا 5 فرق من المسلمين، تقسموا 5 فرق في الشيعة في السنية في الحنابلة المعتزلة أيوة وفي الخوارج وفي المرجئة. تقسم الخمسة دي لكن هسه انحصروا غالبيتهم في فرقتين السنة والشيعة. في مذاهب تاني دي بس الاثنين دي اللي انقسموا السنة والشيعة. والشيعة طبعا فرق كثيرة جدا
أي لكن نحن السنيين اللي هو داخلين تحت مظلة المذاهب الستة اللي هو نسب حنيفة المالكية الشافعية الحنابلة وعلماء الظاهر ابن حزم وداود الظاهري وديل كلهم يعتبروا أهل السنة والجماعة. أما الشيعة ديل مذهبهم براهم وهنا ده طبعا أخونا بيسأل هل يجوز التعبد بالنسب الشيعي؟ أنا أقول له لا حرفا وكلمة واحدة، نحن أهل السنة بنختلف عن الشيعة، هم ليون آراهم ونحن السنيين عندنا آرانا ونحن السنيين كلنا داخلين تحت مظلة أهل السنة وأهل السودان كلهم الحمد لله باختلاف طرقهم، أكان أنصار أكان ختمية أكان صوفية أكان أنصار سنة كلهم تختلف المذاهب والطريق كل واحد. أي كلهم تحت مظلة أهل السنة يعني سعزول يدخل المسجد ما بيسأل أنت إمام المسجد ده أنصاري ختمي أنصار سنة جبهي ما بيسأل موالي صلوا صلاة صحيح لكن النهاردة أنا دخلت مسجد بتاع الشيعة ما بصلي وراهم هي واضحة يعني نقول يعني النيل النار كده واضح أهل السنة مذهبهم هو المذاهب الأربع الشيعة ديل عندهم مذهبهم براهم طيب نحن ناخذ من الإمارات نجي سؤال وقال لي نكمل معنا أم محمد من الإمارات عشان ما التلفون يقطع وبعدك نرجع له تاني كويس. مرحب يا أم محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام كيف حالك؟ مرحبا تفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ نعم تفضلي. أنا عندي سؤال المرة فاتت السنة فاتت رحت الحج وأنا أثناء الطواف طواف الوداع لقيت 200 ريال وقع في الحرم وأنا صراحة ما كنت عارفة إلا بعد رجحت الإمارات وأخوي قال لي ما كانت تشيلية أي صحيح ما كانت إحنا عملنا طواف وطالعين على طول جيت مسكت 200 ريال عملت درهم إماراتي وخطيتها في حصال بتاعت جمعية دار البر بنية صاحبة يعني كويس صراحة أنا ما كنت عارفة يعني في النهاية عرفت إنه وقعت الحرم ما بياخذه ما كنت عارفة هي طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج يعني أنت في أثناء مناسك الحج لقيت لو قريش واقع مشيله أي حاجة ماشي لكن في بلد تاني غير موسم الحج لقيت لك حاجة ممكن تشيله تعرفها جا صاحبة الدهية ما جا صاحبة لمدة السنة بقت حقتك لكن لقطة الحاج ماشي لقريش في مناسك الحج قريش واقع أي حاجة واقع ماشيله صاحبة هي كوس يلقى أو الجهة المسؤولة تشيله وتبلغ عنه لكن أنت كمواطن كمسلم حاج ما تقرب عليه وأختنا دي قامت شالتهم ما عارفة لكن قامت تصدقت بها لجمعية البر والإحسان عشان الثواب يمشي للمسكين ويمشي الثواب لصاحب الحاجة يبقى أنت ما عليك شي بعد ده بالتاني أشرف من مدلوان ناخده ثاني ونرجع هاي كويس مرحبا أشرف قطع أشرف طيب نرجع لسؤال أخونا يوسف قبيل أي صح أخونا يوسف طبعا بيسأل قال الشيخ أنت مذهبك شنو الحقيقة طبعا سني تبع كله هن في السودان كلهن كان صوفية كان ختمية كان أنصار سنة كان جبهجية كله معاهم أي باخذ من دا وأخذ من دا وماشي كله بعتبره أخواني في الدين ما عندي تعصب لأي جهة كلهم بعتبره أخواني في الدين وده المطلوب من كل مسلم ننبذ الخلافات دي نكون أخوة وننصح بعضنا بعضا يعني لما مثلا شفت أخوي الصوفي ده بيعمل له حاجة ما هنا بنصحه كذلك أخونا بتاع أنصار السنة كده برضو ختم وكل يبقى الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أستعني الشغال عامة المسلمين نعم إن شاء الله ربنا يوفقك إن شاء الله طيب نحن نأخذ معنا عبد الرحمن مرحب ألو كيف الحال مرحب بك إن شاء الله تمام الحمد لله ممكن أقابل مولانا؟ نعم تفضل يا مولانا كيف؟ الله يبارك مرحبا بك تفضل إن شاء الله تمام الحمد لله يا أخي عندي سؤال أنا متزوج وعندي زوجتي دي كان طلقتها قبل كده أيوة وبعدين يعني كده ما بتسمع كلامي وعندك عيال منها؟ ها؟ عندك عيال منها؟ لا يا أخي عندي منها طفل طفل واحد أي سامع رجعتها ولا لسه؟ طلقت الطلقة أولى والله طلقة أولى ورجعتها وحسي معي وغاية حسي يعني ما عارف انفصل ما عارف اعيش يعني مشاكل كثيرة كده سامح يعني عسى رجحتها لعصمتك ايوه وفاضل لك حبلين ايوه طيب يا اخي الزولة دي ما عندها اهل ابوها واخوانها
هاي امشي ليه واللي اخواني اقول لاخواني بيتكم دي انا عندي منها طفل وما بتسمع كلامي وتعصيني وكذا وكذا. يقوموا يجي يجيبوا نفرين من اهلك ونفرين من اهله هي ويقعدوا انتوا الاثنين تقعدوا وبعدك يناقشوا انت مالك ما بتسمع كلام زوجك تقول كذا 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 انت كذا كذا يشوف يقوم يعمل تحقيق. نعم اللجنه دي لجنه الصلح يعمل تحقيق يشوف الغلطان منه هل الزوج مقصر هل الزوجة مقصرة يقوم يتوصلوا للمقصر في حق أخوه لزميله منه. ونحن بدينا الحلقة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يبقى في الحادي كان الزوجة مقصرة اللجنة دي تنصحها وتوعيها وتوريها واجبات. الزوج كذلك إذا مقصر برضه يودي واجبات. يبقى دي الصلح. ربنا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى نرجو انك تختار لك نفرين من اهلك نفرين من اهل زوجتك وتيجي تقعدوا كده في بيتكم وتتناقشوا فيه الغلطان ويصالحوكم ان شاء الله. نعم ان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله يا اخ عبد الرحمن. طيب في اشياء ثانيه نحن عارفين كثير من النساء الان اصبحن عاملات وعندهم اجر يعني هم ذات يعني عندهم مرتبات وعندهم دخل يعني هل يجوز للرجل انه ياخذ المرتب بتاع زوجته؟ ايوه ويعني او دخل ثاني هي مثلا تاجره او عندها اي مصدر دخل اخر كوي. او وارثه مثلا أيوة. عندها عقارات بتاجرها أيوة. اول حاجه الشغل بتاع الزوجه ده حاجتين اثنين الحاجه الاولانيه ابوها غني وانتقل يا رحمه الله ورثت من ابوها 20 مليون يبقى دي بقت حقتها ملكها ما بيجوز للزوج ياخذ منها قرش واحد بدون اذنها ويجوز الزوجة دي أكان زوجها فقير تديهم من زكاة مال الخاص ده أي دي إذا كان وارثة أما إذا كانت موظفة شغالة موظفة يبقى في الحالة دي المرتب بتاع ده الزوج عنده نصيب والنصيب جاء من وين الزوجة دي لما مشت الشغل عملت فراغ في البيت الفراغ ده في لابد الزوج حيجيب زول خدامة عشان تعمل الفراغ ده حيجي يتعب يشتغل يغسل ويسوي وهنا عشان يعمل الفراغ ده يبقى عاد الزوج المرتب حقك ده الزوج عنده شيء لأنه عملت فراغ في البيت يبقى الحالة دي في لأن في بعض الزوجات تعيش كله يقول يعني ما يشيله كله لكن يشيل منه ما يشيل أي شيء منه لأن بعض الزوجات راح تقول زوجي ما قاعد يصرف علي وأنا شغالة ما قاعد يديني حاجة الحاجة الدهني لحاجاتي الخاصة مش بتاكل بتشرب في البيت هي يقوم كل مصاريف البيت هي يقوم كل مصاريف البيت لكن ما بيديني مصاريف خاصة لنفسي طيب أنت ما موظفة المرتب ذاته الزوج عنده نصيب الفراغ اللي عملتي فراغ في البيت ده أي يبقى ولذلك نحن ما منا دائما معناته نحس الزوج يغلع من زوجته التي هي احسن يكون متعاونين مع بعض الزوجة شغالة والزوج شغال كلكم تلوموا مع قريشاتكم مع بس لكن الزوج ما يعتمد على الزوجة في كل شيء كمان أيوة ظاهر جديد ما يعتمد ما يعتمد عليها في كل شيء وهي كمان ما تقوم تقول ده مرتبي الخاص ما بديك ولا قريش واحد ولا بساعدك في مصاريف البيت انت تصرف على البيت كله طيب الفراغ اللي عملتيه في البيت ده بيملى منه ما تملي لي بجزء من مرتبك تساعديني هاي ده من باب التعاون يتعاونوا يبنوا البيت لولدات لأنه نعم. بنظر المستقبل يعني طيب. نرجو أن الزوجة الشغالة أنك وزوجك شغال تتعاون مع زوجك تسامي في إدارة البيت وصرف على البيت وتأسسوا لكم بيت تشتروا لكم قطع لمستقبل ولدات نعم هاي. طيب نأخذ تلفون من الدوين معنا أم محمد مرحب مرحب تفضل كيف حالك الله يبارك فيك قلت لك أنا بزعل عندنا والدتنا حبوبتنا ومبونا نعم هاي. ودي حصل لنا والله نقاش كده اصلا يعني مشاكل معمه دي منا نحن اطفال لحد الحمد لله اتزوجنا وبقينا باولادنا نعم اها وفي بنيان كده ما بنيان عندها غرفه بانين عليها مده 7 سنين ما جاب وسي متى قمنا الغرفه دي كسرناها دارين نبني اتكسرت اصلا من المطر اها مجرب مكسرناها هي ما رضت وحصلت فيها مشاكل هو البيت حق حبوبتك ولا حق اوي الله ان شاء الله هبني ليكي ما غشتنا نقاش شديد ويكفد مننا ونحن يعني قالت نهاية البيت أمي ده حية فيهم ما بتجي دخل إلا أمي تمو البيت حاولنا نعالج المشكلة ده بس شكينا لأبواتنا الكبار ومشوا ليها وما قدروا حلوها ودينا لها الأكل قدر ما نودي لها حاجة يتكشف طيب أصبر لي البيت حق حبوبتك ولا حق وريسة هي أصلا القطعة حقت أبوك حق
حقت أبوه هو أبوه نعم هي أوه. معناها عندها هي حية طبعا كان زوجها توفى يبدو إنه أي هي حية أيوة هي طبعا في الحالة دي المفروض إنه ما دام القطعة تكون ورثة ما دام حقت الأب هاي يبقى الزوج ما عرفنا التفاصيل إحنا لكن كده حسب ما عرفنا التفاصيل لكن برضو ننصح أختنا الخلاف ده وحبوبتكم الحردانة منكم كدي جيبوا أعمامكم خوالكم يقعدوا في الواقع أعتقد يتفاهموا مع حبوبتكم دي ويدوها حقها وينصحوها وكده يعني يسوي المشكلة أسرة مع بعض ما المفروض ما يحصل خلاف نعم طيب في ظاهرة أيضا كثير من النساء يعني بتحصل مشاكل مع أزواجهم بيطلبوا الطلاق بسهولة أيوة. ومسألة الطلاق دي هي بس أصبحت ظاهرة كثير حتى بنلقى النساء بيمشوا للمحاكم وبقيفوا بيطلبوا الطلاق صح. هو طبعا مرات السبب الطلاق اللي هو الزوج ما بيصرف على زوجته هاجرة في فراشة زمن طويل وهنا ده في الشرع بيقول إنه الزوجة لو ما بينفق على زوجته وممكن تطالبه بالتي هي أحسن رفض وهو عنده هو الحالة دي ممكن تطالب المحكمة تعمل لها نفقة شرعية على زوجته دي إذا معسر برضو القاضي يديه مهلة إنه كده كده طيب اللي بيناتهم بس مشاكل ونقاش كثير زي ما ذكر أخونا قبل شوي عبد الرحمن وطلبت منه الطلاق كل مرة يتناقش معه أي طلاق بدون خاصة لو عندها عيال أي زوجة عندها عيال من زوجها مهما كان زوجها دكعب ما تطلب منه طلاق عشان خاطر الولادات ديل تتحمله وتعامله معاملة حسنة وتلقط منه كل زول يقوم بواجبه يعني يقوم واجب لكن والرسول عليه الصلاة والسلام خوف المردي قالوا يوم امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة سببك شنو طلبت من الزوج الطلاق بس كده يبقى لا في الحالة دي خاصة لو عندها عيال يبقى ما تكون العيال دي اللي انت مسؤولة منهم طلبت الطلاق ولادك دي اللي حيشردوا ومهما لبوا كعب تتحملي عشان خاطر عيالي نعم. طيب معانا من السعودية أخ محجوب مرحب ألو ألو محجوب طيب محجوب لمو معانا نحن ممكن يكون ذاته باقي لنا دقائق بسيطة جدا يجب أنه نستثمر هذه الدقائق يعني ندي نصايح للناس عموما في الحياة الزوجية باعتبار أنه دي مؤسسة اشتراك بين شخصين اختاروا هذا الطريق وطريق شاق يعني ما صعب شريك شاق فعلا والنصيحة اللي أنا أقدمها للزوجين يعني أقول للزوجة أولا يعني لو فتشت الدنيا دي كلها عشان تلقي لك زوج فيه كل الصفات اللي انت دايرها يستحيل لأنه الكمال لله وأي بني آدم فيه جانب من الخير وجانب من الماخير زي إيدي ظهرة وشها ما واحد أنظر لزوجك الجانب السمع أما الجانب المسمع ده ما دعيني ليه تقدر تتحمل لأنه كمال لله كذلك نقول للزوج لو فتشت الدنيا دي كلها عشان تلقى لك زوجة فيها كل الطلبات اللي انت دايره يستحيل الكمال لله الزول الحاجات البسيطة دي زول ما يشدد فيها وكمان النصيحة الكبيرة اللي بطالب بها الزوج وزوجته إنه ربنا قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ربنا أخبرنا من الشيطان ده عدو لنا وأمرنا إن نعتبر الشيطان عدو وما دام نبهك لعدو ليك يبقى انت بتحترس تكون جاهزة هاي تكون جاهز نكون جاهزين بشنو نحصن بيتنا ما نطرد الشيطان من البيت والشيطان ما بنشوفه عشان نطرده لكن الرسول ادانا السلاح اللي نطرد ولذلك جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيد آية القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي والحديث الثاني إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يبقى نطرد الشيطان من البيت طردنا الشيطان من البيت نستقر ونعيش في مودة ومحبة بنصح وجرب يا الزوجة لو كل يوم بعد صلاة الصبح تصلوا صبح حاضر وتقرأ آية الكرسي في البيت 3 مرات وقل والله واحدا مع الزتين بعد صلاة المغرب كذلك أنا متأكد ما حيحصل تحصل أي مشكلة بين الزوجين أي مشكلة حيكون الزوج مع زوجي تتناقشوا بمودة ومحبة ما بتوتر وهيجان وأكيد وهذا هو المطلوب طبعا نحن بنشكر الشيخ الجليل شكرا جزيلا على حسن إجابته لمشاهدينا الكرام نأمل أن نلتقي مجددا إن شاء الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج وبكل الأمل إن شاء الله أن تكون هذه مساحة
للتشاور حول بعض المسائل الإشكالية وحلولها من الكتاب والسنة. أشكر الشيخ الجليل محمد أحمد حسن وأشكر كل الزملاء الذين قاموا بالتنفيذ المباشر لهذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.